السلام عليكم يا اساطير، اتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم زياد او سموكر من قناه متسابق للالعاب. طبعا هذا الفيديو اخوان بشكل جدا سريع وسهل عشان تكون واضحه الصوره عندكم. عملنا لكم اخوان فيديو كامل مخصص كيف تسوي الازرار من الف الى الياء باذن الله، وشو ما بتحتاج بهذا الفيديو راح تلاقيه. يعني شباب، اذا ما لقيت الكود مش ظابط عندك، ممكن انك انت تستعين بهذا الفيديو بحيث انك يعلمك كيف تسوي الكود الازرار بشكل جدا سهل. فاتمنى يا شباب انكم تدعموني يا شباب باللايك وتشتركوا بالقناة، وان شاء الله هسه بعد هذا الفيديو راح ينزل فيديو المنظور الايباد للاجهزة القوية والمتوسطة باذن الله. فلايكاتكم يا اخوان للفيديو، وخلينا نبلش بشكل جدا سريع. اوكي يا اساطير، خلينا يا شباب هلا نظبط الكود مع بعض يا اخوان الازرار، اورجيكم يا اخوان كيف الطريقة اللي احنا بنشتغل فيها بحيث انه احنا نظبط الكود بشكل جدا سريع وما ياخذ معك دقيقتين، هذا اهم شيء. طيب، نصغر شاشة المحاكي يا اخوان، واول خطوة تسويها تصغر هيك محاكي جيم لوب بشكل كامل، وسكر الكاميرا عشان تكون الامور عندكم كلياتها واضحه باذن الله يا اخوان. وزي ما تشوفين امامكم، ندخل على الاعدادات ونروح على الكستمايز، وحيكون المخطط الثالث الخاص للاجهزه المتوسطه. تمام، طبعا انا هلا حكيت مع الشباب ان شاء الله حيسوي كود كمان للاجهزه القويه باذن الله، ونضغط على الكستمايز يا اخوان بشكل كامل، وزي ما تشوفين امامكم راح نبلش نشتغل بشكل كامل. طيب، اول خطوه راح نسويها نضغط على الكي مابنج يا اخوان بشكل كامل، ونتاكد يا اخوان الازرار هاي زي ما انتم شايفين امامكم عندكم هاي الرايت كليك. احنا ما راح نلعب شيء بالكي مابنج، راح نلعب جوا الازرار الخاصه باللعبه نفسها. طيب، زي ما انتم شايفين هاي اللي بتفتح ايم الرايت كليك، نضغط سيف، راح نمسك اللي بتايم نعطيها لفوق، وبرضه كذلك الامر راح نخلي هاي شوي هيك لفوق بحيث انه تزبط معنا السبيس الخاصه. نضغط على هون، نرفع الايقونه هاي اخوان بالشكل الاتي، وهاي بنرفعها شوي وهاي بنرفعها شوي، ونتاكد بنشوف بدا هاي شوي لتحت ننزلها بحيث انه ايش ما دائما اعمل سيف انت كل ما تسوي. طلع زي ما تشوفين امامكم هي زبطنا اول ازرار. عندك النيدي، ركز معي بالنيدي بشكل جدا سهل، شايف ايقونه النيدي هون، راح نرفعها عند الاكس بالضبط، تضغط سيف ترفع نفس ما انت بنفس مكانك، ما تتحرك لا يمين ولا شمال، ترفع هيك شوي، شوف تاكد ركبت 100%. تمام. طيب، هاي شو وظيفتها؟ هاي لما تفتح النيدي يا صديقي العزيز ترميها او هيك راح تفصل معك، تمام، او راح تقطع معك لما بدك ترميها وتتحرك وهيك راح تقطع معك. فكل ما عليك انك تخليها بالشكل الاتي هون. ان شاء الله يا اخوان هذا الشرح يكون جدا مسطور بشكل جدا سريع. طيب، انتقل من البيك بشكل جدا سريع، الاي والكيو، اوكي، نرفعهم هدول شوي لفوق لبعض، ها نرفعهم شوي سنه لفوق وهدول سنه لفوق، ونتاكد 100%. زي ما انتم شايفين امامكم هيهم اجوا معنا بشكل كامل، ونظبط هون هاي زي ما انتم شايفين امامكم، بنصغرها بالشكل الاتي وبنضغط سيف عليها. تمام، نضغط على الكي مابنج، ايش عندكم هاي الايقونه الخاصه بتتحرك يمين وشمال، حاول انك انت تخليها بالنصف بحيث انه يصير عندك الدوج كويس واسطوري. طبعا زي ما شايفين امامكم، ها تضغط سيف، تضغط سيف مره ثانيه. طيب، هلا ضل عندنا شغله واحده انه نتاكد منها، زي ما شايفين ببيت يمين وشمال، بقعد حلو بيفتح ايم ببيت، كل شيء تمام، امورنا تمام، هي حتى سنجل كله شغال معنا كامل. الشنطة بنفتحها بنسكرها، الناس اللي ما بتشتغلش معهم الشنطة بشكل جدا سريع، بس الغي التاب والاي ويفتح ايقونة جديدة، واضغط هيك واضغط بالكيبورد تاب واضغط حرف الاي واسحب حرف الاي لعند فوق التاب واضغط سيف. وزي ما انتم شايفين امامكم هيك شغالة معنا بدون اي مشاكل، كل شيء شغال. بدقيقتين سوينا افخم كود ازرار، الوضع ما بده اشي، سهل الموضوع. طيب، هلا مثلا في عندنا مثلا الالت شغالة معنا 100%، عندكم يا اخوان اللي بتقيم كله شغال كامل زي ما انتم شايفين بدون ما انا اعدل عليه، شغال عادي. طيب، خلينا نتاكد يا شباب هلا من شغلة السيارة يا اخوان بشكل جدا سريع. طيب، زي ما انتم شايفين امامكم، خلينا نركز بشغلة السيارة بشكل جدا سهل. اضغط F1، حلو الحكي بشكل كامل. تضغط على الإعدادات، زي ما انتم شايفين لي هاي السبيس، هاي السبيس لازم تنزل أيقونة البريك لهون، والجي لازم نخلي هاي الأيقونة تنزل لهون، والشيفت ننزلها لتحت شوي، والسي بدها تظبيط ننزلها لتحت شوي المقعد. الموضوع جدا سهل، نبلش. نروح على الفيكل، نختار الأيقونة هاي، حكينا السبيس هون، والجي لتحت شوي، وهي تنزل لتحت، وبنضغط سيف نشوف. بس
اشتغلت معنا الشيفت، الجي شغالة معنا، البريك كل شيء شغال، ثواني سوينا كل شيء كامل. طيب ضل عنا السي، مقعد السي اللي بيتغير من مقاعد، بننزل لتحت شوي سنة، تضغط سيف، ها نقدر الآن نحرك ونروح يمين وشمال بالسيارة بشكل كامل. طيب هلا الناس اللي بتعاني مثلا لما تفتح ايم زي هيك ما يتحركش معك، اضغط على الاعدادات، نروح على الاعدادات المتقدمة، سوري نروح على البيسك كنترول. كل ما عليك هاي اذا كان عندك الكاميرا روتيشن وايل اي دي اس طفيها، اعملها ديسيبل وامورك تمام التمام، راح تتحرك معك بشكل اسطوري. هاي اخوان بالنسبة للاعدادات كاملة، ونفس الطريقة بتتعود كمان، بتقدر تضبط بشكل كامل للموتور كمان بشكل سهل بثواني. خليك انت بس كابس اف 1، وزي ما شايفين عندنا هون الداون والاب، كل ما عليك انك انت بس تعدل بالموتور الاب والداون، يعني كل ما عليك انك تخلي الكيو ننزل الايقونة الخاصة بالداون ننزلها على الكيو، تضغط الاعدادات هيك، روح الفيكل نزل هون، هاي نزل هون، سيف شوف كيف الوضع يصير، بدها كمان شوي صغيرة، تنتين بدهم شوي وبيزبطوا معنا، انزل هيك سيف اطلع، اشتغلوا معك بشكل كامل متكامل هيك اسطوري اسطوري 100%، راح يكون كل شيء شغال معك. طيب نشوف اخر خطوه معنا وهي السياره، او سوري البحر، لما تنزل على البحر كيف تغطس تطلع، نشوف كيف الوضع اموره تمام التمام، وان شاء الله يا اخوان اكون هيك انا شرحت لك شرح كامل متكامل، ما بدك اي شيء تزبط فيه، ظابط 100%، سبيس بيطلع، السي بتنزل، يعني امورك تمام التمام. زي ما انتم شايفين ما عدلت ولا اشي يا اخوان، من نفس المنظور ظابط عنا كل الاعدادات هاي، يعني عندك اكثر الاعدادات ظابطه بالاعدادات الافتراضيه الخاصه بالمحاكي نفسه، وكل شيء واضح وامورك تمام التمام يا اسطوري. وهيك يا اخوان نكون اتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو الاسطوري.